من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الغد محمد فاضل. إذن محمد، يعني تفاصيل هذه الدعوة، دعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق. نعم، هي رغبة حكومية بأن تكون هناك رقابة عربية ودولية على الانتخابات، لذلك المفوضية أعلنت هذا الأمر وقالت بأن الانتخابات لابد أن تجري في موعدها المحدد. لذا فإن العديد من سفارات تلك الدول زارت المفوضية وأبدت استعدادها للمساعدة في مسألة مراقبة الانتخابات. هذا الأمر يأتي في وقت كانت هناك العديد من الشكوك التي أصدرت من قبل بعض الأحزاب السياسية بأن الانتخابات لابد أن تكون انتخابات نزيهة 100%، لذا جاءت رغبة هذه المفوضية. على كل المفوضية يعني أكملت إجراءاتها تقريبا، لم يعد لديها أي شيء، وهي تقول أيضا بأنها يعني أجرت استعداداتها المالية واللوجستية لإجراء هذه الانتخابات. نأمل أن تكون هناك زيارات أخرى لهذه الدول، إن لم تكن من قبل السفارات ستكون من قبل ممثلين عن تلك الدول. نعم شروق. نعم شكرا محمد فاضل مراسل الغد، كنت معنا من بغداد.